إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم الموسوعة الرمضانية الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. كل عام وأنتم بخير. هل علينا شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم نسارع بالصوم والطاعة والصدقات، فيما أهل لنا ولكم يعانون من جور الأزمات والحروب في منطقتنا، وليس لهم بعد الله إلا إخوانا لهم وأخوات يعينونهم على جور الزمان والمكان. نحن في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية نتشرف ومنذ ما يقارب ربع قرن أن نكون خدماً لأهلنا المحتاجين من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي توفر لهم الغذاء والكساء والدواء. ومع تفاقم أزمة اللاجئين في منطقتنا وفي العالم، ندعوكم للمسارعة بتقديم معوناتكم وتبرعاتكم لأهل ليس لهم بعد الله سوى. صوم رمضان. الصوم في اللغة هو الإمساك أو الكف عن الشيء والترك له، ويقال الصائم صائم لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، ويقال الصامت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع هو عبادة، بمعنى الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وصيام شهر رمضان من كل عام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض بالإجماع. فصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمآل نور من كتابك يسطع. وهناك أنواع أخرى من الصوم، وهي الصوم الواجب مثل صوم القضاء أو النذر أو الكفارة، وصوم التطوع كالصوم المسنون والمستحب، وهناك صوم منهي عنه وهو صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد فرض الصوم على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. وثمار صيام شهر رمضان كثيرة وعظيمة ومتعددة، ومنها مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وأنه أيضا من أسباب استجابة الدعاء، ومن فضائله أيضا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله ألا يرد لهم دعوة، ومنهم الصائم حتى يفطر.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. برسالة القرآن فهداني فلذاته خشع الوجود جميعه وإليه يرجع سائر الأكوان. ومن حكم الصوم كما قال بعض العلماء أن الله فرضه لتقوية العزيمة وتهذيب النفس وتدريب المسلم على الصبر، فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان شهر الصبر لكون المسلم يتدرب ويتعود بالصوم على الصبر، وأيضا لكي يشعر الغني بألم الجوع فيحسن على الفقير، وبذلك يتم العطف والمودة وينشأ عنهما تماسك المجتمع. فضائل الصوم متعددة، ويستحب قيام لياليه وخصوصا العشر الأواخر منه، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الموسوعة الرمضانية. الموسوعة الرمضانية، الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية.